الساعة 9 صباحا من صباح هذا اليوم. القوات الشغب هجمت على ساحة التحرير، تقدمت وصلت على النفق مال التحرير 200 متر، لكن المتظاهرين السلميين يعني طلعنا من الخيم مالتنا، يعني حرقوا الخيم، حرقوا يعني قاموا يعني ما نعرفهم، قاموا يرمون رمي حي، قاموا يضربوننا مسيل الدموع، واحنا كل شيء ما جايين، احنا مطالبنا واضحه. فاجئنا بالقوات الامنيه عبر سياده ساحه التحرير ودخلت على المتظاهرين واستخدموا الاسلوب الغير الصحيحه، وهناك كان رد بالسلمي من المتظاهرين على القوات الامنيه. حاليا احنا في ساحه الخلاني، سيطروا المتظاهرين على وضعهم اللي كانوا بخيمهم، تجاوزوا الشغب على جسر السنك، حرقوا الخيم، حرقوا مكانات الاعتصام، اي امور بعد هي اخذوا الغراض المتظاهرين، جنطهم، موبايلات سرقوا من عندهم. يعني مع الاسف تفاجأت بهذا الشيء. اليوم قبل نص ساعه او ساعه طبوا مكافحه الشغب، تجاوزوا السياج المحدد اللي داخل ساحه التحرير. ساحه التحرير محدده من قبل الحكومة، من قبل البرلمان، من قبل الشعب، هي ساحة تظاهر. زين شلون تجاوزوا هذا الحائط، الحاجز اللي بيننا وبينهم، ووصلوا بداية النفق وقاموا يضربون رصاص حي ومسيل الدموع ودخانيات واعتدوا على ساحة التحرير؟ ليش يعني؟ يعني احنا مو ولد هذا الشعب؟ يعني مو عبالة كامل أغنية وطنية ولايف يعني مو مباشر. لا تخلي حتى لو هيا قناة حبيب اردن يا قال الصوره اللي انا نسيت. اي حرق هسه راح يحرق لك الاعلام، تدري لو ما تدري. لا